السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من مدينة ستوكهولم منطقة هورنشتول. إن شاء الله جولة هيك ساعة زمن قبل صلاة المغرب في منطقة هورنشتول. مساء الخير، مساء النور، مساء الورد. منطقة هورنشتول تقع على الخط الأحمر، وهي قريبة جدا من ليلا هولمن في مدينة ستوكهولم. طبعا في طريق من هون ماشي ممكن توصل إلى وسط المدينة، راح نروح هذا الطريق عشان نكمل بعدين إلى الجامع الكبير. فهلا احنا في منطقة هورنشتول في مدينة ستوكهولم. مساء الخير ومساء النور ومساء الورد. حاب أذكركم بالبداية إنه احنا عندنا قناة يوتيوب ومننزل عليها هاي الفيديوهات اللايف، فإذا أنت بتحب تتفرج على اللايفات هاي بتلاقيها في قناة اليوتيوب، بالإضافة إلى فيديوهات كثيرة جدا موجودة في قناة اليوتيوب، أكثر من 1000 فيديو على مدار سنوات طويلة في السويد تقريبا 15 سنة. فإذا أنت بتحب تشوف مدينة ستوكهولم وغيرها من المدن ورحلات خارج السويد إلى بريطانيا إلى رومانيا إلى الأردن وإلى تركيا بتلاقيها في قناة اليوتيوب. مساء الخير، أهلا وسهلا، مساء النور من مدينة ستوكهولم. طبعا الرابط موجود بالبايو مباشرة فوق، بتلاقي عند جنب اسمي مكتوب سويدن ستوكهولم، موجود عندك الرابط لينك تري، بتلاقي منه الويب سايت تبعي، بتلاقي منه مواقع التواصل الاجتماعي. فهلا راح نروح نتمشى جنب البحيرة، منضلنا نازلين لوسط العاصمة، فأي واحد عنده استفسار عنده سؤال منبلش نحكي وندردش. ولفت انتباهي اليوم هيك شغلة حبيت اني اتكلم من خلالها عن موضوع تأثير الإعلام او تأثير ما نشاهده بالإعلام على أكلنا وعلى لبسنا وعلى نمط حياتنا. يعني ألاحظ خصوصا على المراهقين، الأشياء اللي بيحضروها بتلاقيهم بتأثر على ملابسهم، بتأثر على أشكالهم. يعني هم بيقلدوا المغنيين في لبسهم وأكلهم وشربهم ودخانهم. تلاقي لك بنت عمرها 16 سنة أو 15 سنة بعد الدوام المدرسة بتروح هي وزملائها بتقعد تغني وبتتمشى وبتدخن والولاد يعني حلق وما حلق والقصص هاي. فالإعلام بيأثر فيك، ما تشاهده على التيك توك شوي شوي يؤثر فيك، كله بتخزن باللاوعي. يعني الأشياء اللي بتحضرها بيأثر فيك، على قصة شعرك، على اهتمامك، يعني بيأثر فيك إيجابي وسلبي حسب الأشياء اللي انت بتتابعها. فإذا انت بتتابع طول الوقت أغاني بتصير تكرر بالأغاني، وبتصير بدك تعمل قصة شعر زي المغنيين وغيرهم. فإن شاء الله احنا هلأ حابين نتكلم عن هذا الموضوع أكثر وأكثر، لأنه أصبحت ألاحظ هذا الشيء خصوصا عند المراهقين بشكل كبير. يعني تلاقيهم تقليد بدون تفكير بشكل كبير، المهم إنه هو يكون شكله بيشبه لاعب كرة القدم أو المغني. إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم من مدينة ستوكهولم منطقة هورنشتول. طبعا هون في جسر يا إخوان الكرام، جسر طويل جدا بوصل لأحد الحدائق، والمنطقة في الصيف هذيك المقابل الجسر هاي حديقة رائعة جدا تتمشى منها إلى بلدية ستوكهولم. فجسر طويل بتوقع طوله أكثر من كيلو، بس احنا ما بنروح من الجسر، احنا رايحين نتمشى جنب البحيرة عشان نستغل الوقت ونضلنا هاي هون حلاقين. أهلا وسهلا بكم. فإخوان الكرام، الإعلام قاعد بيأثر على أطفالنا، بيأثر علينا،
بتلاقي لك الـ 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 الأطفال بيكرروا أغاني معينة، بيحاولوا يقلدوا لبس معين. يعني تعرفوا الإعلام بيستغل تيك توك، الفيسبوك، الانستغرام، جميع مواقع التواصل. يعني لو بدك تشوف ملابس أطفالك، طريقة قصة شعرة أطفالك، الأكل اللي بيهتم فيه، كله ترويج إعلامي، كله من وراء الإعلام والترويج الإعلامي. فبتلاقي لك الأطفال سبحان الله، بالذات الأطفال، حتى الكبار، يعني لبسهم، أكلهم، شكلهم. يعني بتلاقي لك مثلا، ممكن تلاقي لك ولد مطول شعره، متأثر ببطل من الأبطال في الأفلام، ما بعرفش اسميه بطل ولا بصل، أو لاعب كرة قدم حاط حلق زيه. تلاقي لك أولاد بالمدرسة عمرهم 8 سنين و 9 سنين حاط حلق وعاط وملون شعره. فهاي كلياته يا أخوان الكرام، إنه الطفل بده يدور على قدوة، فبشوف من هالتلفزيون وبشوف من هالتيك توك الرقصات والحركات. فكل إشي بتحضره بيأثر عليك، إن كان إيجابي ولا إن كان سلبي. فبدك تدير بالك، يعني مرات عقلك بيخدعك، احذر، عقلك يخدعك وانت بتفكر حالك انه بتقول مجرد كرة قدم، مجرد افلام كرتون، مجرد اغنية. تلاقي حالك بعدين شوي شوي بتكرر الاغنية او بتقلد اللبس اللي فيها او بتحكي عنها ايجابي او سلبي. فكل اشي بنشاهده بيأثر علينا. يعني مرات تتفرج على واحد بطبخ بصير بدك تاكل، بصير بدك تسوي نفس الطبخة. ففي أشياء هي إيجابية وفي أشياء سلبية، لكن للأسف أغلب الأشياء المنتشرة سلبية، والسلبية بتنتشر أسرع من الإيجابية، وخصوصا على الأطفال. أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها معنا أخونا دياب، هنسلم عليه نشوف شو أخباره. نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أخوي دياب، كيفك؟ بارك الله يحفظك حبيبي. الله يسعدك يا رب، وإن شاء الله ربنا يفرج عليكم هالأزمة هاي، ويعني إحنا ما إلنا إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب. والله أنا سعيد إنك أنت دخلت معنا على البث، وإذا عندك أي كلمة تفضل. يعني إحنا قاعدين نتمشى عادة، نعمل هيك شوي جولات ومندردش مواضيع مختلفة. والله أنا يعني من متابعينك ومن معجبين فيك. حبيبي حبيبي، الله يسعدك. الله يحفظك يا رب. وانت شخص يعني تتكلم الواقع، وبعض الشغلات يعني بجوز بالغلا وما تتكلم فيها او كذا. بالنسبه سمعتك عم تتكلم عشان نعم. موضوع نعم. الاطفال، انه شو ما شاف يعمل. نعم. المشكلة مش بالتلفزيون، لأنه أنت بتعرف اليوم أطفالنا أكثرية أوقات الطفل عم يكون بالداقس في الروضة في المدرسة. نعم صحيح، بقلد زملائه. كلام سليم. أتمنى أنه شي يوم هيك بتفوت على الداقس بتشوف الألعاب اللي موجودة بالداقس شو حاطين عليها. نعم. ما في شيء اسمه علم سويدي أو علم سوري. نعم. أو علم فلسطيني أو علم كذا. طبعا انا شفت. نعم. وشاهدت، وحتى بي عندي صور لبعض الالعاب، بسكليتات من نوع خشبي او كذا. نعم. دبدوب مثلا بتلاقي حاطين علم المثليين، موجود بكل مكان بالداقس. آه. بالروضه بالمدرسه. انا صار لي من زمان كنت اتابع بنتي زمان باستمرار، بس نعم. الفتره الحاليه كلامك سليم في ازدياد للموضوع. فكرة المثلية في ازدياد. وتقول هذا الشيء ما نحن ما نحسن نعالجه، لا نحن ولا حتى الرؤساء تبعنا، يعني هم حرين ب صعب جدا اكيد كذا. بس يعني بدنا نعقب على شيء، يعني لما نجي نحن مثلا بيروح. نعم. الطفل بيقول بابا بده يحجبني مثلا، الماما قالت لي الحجاب حلو. دغري. صحيح. دغري بيعملوا قصص للبنت وياخذوا الاطفال ويعملوا قصه وقران. بس اليوم اذا مثلا. نعم. لما اجي انا يجي طفلي وبيقول مثلا المعلمه عم تقول لي هذا العلم حلو، وانا. نعم. اقول للطفل انه هذا العلم لا يا بنتي غلط، كمان بتحاسب. نعم. عليه او
طيب صحيح، اوكي. بدك بالضبط تعرف الطريقة المناسبة اللي تقدر توصل الفكرة لبنتك، وهذا إشي مو سهل، صعب، صعب كثير. صعب على استيعاب الطفل، وصعب إنه أنت الفكرة توصل له إياها. يعني إذا بتقول له هذا عندنا شرعا حرام، يعني أنت هيك البنت راح تروح للمعلمة وتحكي لها إحنا في ديننا الإسلامي حرام، يقول لك طب ما أنتم بالسويد. فطريقة صعبة، بدها فنيات، يعني بدها مهارة. قد ما حاولنا مثلك ما حسنا، ما حسنا. نعم يعني هذا الشيء دائما، حتى لما شبيه لذلك، لما الطفل عم يجي، والله يجي نعم مؤنث له كدمات من أنسة مدرسة، نعم من طفل أكبر منه في المدرسة ضربه أزال هذا الطفل، بتروح على نعم المدرسة بتقول يا أخي شوفهم طفلي أنا أكل ضربة عندكم بالمدرسة. صحيح يعني احد كثير شغلات صارت، قالت طيب انا هذا الطفل لون هاي الكدمه على نعم جسد الطفل جاي من البيت شو بتعملوا؟ المديره جاوبت آه. قالت يقول نسحب الاطفال كلها. مظبوط صحيح واليوم لما انا بدي اروح اشتكي على معلمه او على شيء انه ابني اجى مضروب اجى مكتوم، يقول لك الموظف لا يعاقب. شو في تناقض، في موضوع كلامك صحيح. يعني الاولاد لما يضربوا بعض ما بيسوي اي شيء، يعني بنادوا اولياء الامور وتعالوا، ممكن يجيبوا هذا المرشد الطلابي، وهي حالات نادره. انا بالنسبه لي صار يعني مشاكل مع اطفالي، انه اقول لك ما صار صار. يعني اذكر قصه ابني تهاوش مع واحد من امريكا الجنوبيه وضربوا بعض، ونادونا هيك مجلس ونادونا وجمعونا، هذا زمان الحكي قبل بيجي 5 6 سنين، وجمعونا واعتذروا لبعض، وانتو طلاب وانتو مدرسة وانتو اشي، ومشوا المواضيع. بس انا شايف خلال السنتين هدول في زي ما تقول تركيز كتير صاير، وفي ضغط كتير، وفي يعني متابعة للأسرة بشكل كبير على اي تصرف، يعني شايف في ازدياد على اي تحرك، وهذا اشي صعب. يعني مستحيل الانسان ما يغلط، وخصوصا الطفل خياله واسع. ممكن بنتك تروح من المدرسه تقول لك جوعانه، تيجي انت تزيح ايدك تقول لها طب ما كلي، تضرب ايدك يمكن بوجهها. ممكن تروح على المدرسه تحكي والله يا معلمه روحت جوعانه وابوي ضربني كف، لانه هم بيفهموا العنف الاولاد غير عنا. يعني احنا كنا مش دفش، احنا كنا يمكن الواحد فينا بس نعم يروح ينضرب، هدول اذا دفشته دفش صح. بفسروها عنف، وهي مشكله. لا لا نعم اوكي، يعني المشكله والله في احد حالات صارت نعم مره عملنا مظاهره، واجت ام نعم جايبه صور لابنها مع ان نعم بنته انست المدرسه، وانست المدرسه نعم يعني اعترفت بهذا الشيء، قالت اوكي انا كان عندي ستريس، كنت معصبه او كذا، نعم وعملت شكوى للبوليس وعملت شكوى هنا وشكوى هناك، ما طلع من امره شيء. لذلك ما اليوم سوى شيء. إيه، لذلك اليوم يعني المساله مو مساله اذا مثلا معلمه خالفت مثلا القانون بحقي، او انا اذا مثلا الانسان عسى سياره وهي سياره ماشي فيها يمكن صح تلطشك مخالفه يمكن مظبوط كذا، يعني الانسان عسى يعني البني ادم عنده اخطاء، ما في بني ادم الا ما عنده اخطاء. أكيد مستحيل صحيح لذلك هون بالسويد الاخطاء باتجاه العرب نعم ما في، يعني ما في سماح، ما ما في في رحمه، تساهل ما في يعني الغلطه دمار عمر. يعني لا حول ولا قوة المساله مو مساله انه والله مثلا شخص حصل عليه غلط نعم اجته مخالفه ماديه، اجته عقوبه سجن، اجته عقوبه، المشكله نعم مصير حياه مدى الحياه. صحيح اللي صحيح بيقول لك ايه، بيجيك شخص بيقول لك يومين ثلاثة شهر شهرين سنة سنتين نعم 8، يعني تصور طفل عمره شهرين سحبوه السوسيال، بيقول لك يعني الأب عمره 50 سنة مثلا نعم أو 45 سنة، بيجوا يسحبوا له طفله عمره شهرين، بيقول لك أوكي بيرجع هذا الطفل بعد 18 سنة. لا إله إلا يعني الله شو أنت اليوم تموت وما يرجع طفلك، خلاص صحيح يعني شيء اسمه راح ملح وداب، عرفت شلون؟ فاهم عليك لذلك نحن حابين بس كأشخاص يا نعم أخي يسوون ك ك كلجنة تطويعية إنسانية، يعني نعم والسويد والإدارات الحكومية ترحب بهذا الشيء. يعني نعم اليوم لما يتجمع 10 15 أب 15 أم نعم إنسان أشخاص مثلا واعين دارسين فهمانين حلو كثير يعملوا اجتماع نعم مثلا
ويتفضلوا يروحوا يعملوا اجتماع مثلا بالكومون، انه نعم تفضلوا نحن اقتراحات. كمواطنين جاليات عربية نحن موجودين، نحن جينا على بلدنا الثاني هاي السويد، في كويس بعض امور ترى نحن خايفين منها ومش عم ننام الليل، والله كلامك ذهب عن جد، عرفت يعني شلون؟ يقعدوا. لازم يفهموا نعم الصورة بشكل صحيح قبل ما نعم ترى يتورطوا. في ناس عن جد ما بتعرف اشي، يعني اجت ليش احنا دائما بنفتح لايفات؟ لانه في ناس جاي هي ما عندها الصورة الواضحة عن نظام الحياة في نعم السويد، فممكن هو يشد ابنه بالشارع ولا بالمطعم يقرصه على ايده ولا يسوي حركة. وسمعت قصص من هيك، اللي ضرب ابنه لا لا بمطعم واخدوه، اللي ففي ناس مو واضحة عندهم كل الافكار. وبعدين حتى في الأشخاص، نعم نعم كمل. يعني أخوي الكريم، حتى الأشخاص اللي فاهمين القانون واللي فاهمين كل القانون، ما في إنسان، شوف لا تصدق رجل إجا على نعم أوروبا أو دخل السويد وما نعم يعرف السيستم والقانون بالسويد. أحد، أنا أول ما دخلت السويد نعم نعم عملوا لنا اجتماع بلبنان بالسفارة، السفارة الأوروبية هاي، يعني نعم النرويجية والسويدية كلهم بتلاقي بناية كاملة كلها سفارات. ها تمام عملوا لنا، اجت لجنه يومتها سويديه وحطوا مترجمين، قالوا كويس نحن عنا بالسويد نعم من حقك تصلي، من نعم حقك دينك مذهبك تآمن حرية فيه، العبادة ممتاز، في عندك حريه العباده، حرية الرأي من حقك تسمي ابنك الاسم نعم اللي انت بدك اياه، انت كأب نعم ولي امره لطفلك. بس ولكن اذا الطفل بحيث اتعنف عنف جسدي ونفسي، يعني انت تيجي مثلا تضرب ابنك نعم على راسه نعم ضربة، مثلا ضربة بجوز تعمل له خلل بدماغه، تعمل أكيد، له يعني مثلا هاي شغلة كبيرة هيك صارت، حطم يعني له، حطم وضحوا له، الأمور هاي وضحوا. نعم حطم له معنوياته، لأنه الطفل عبارة يمكن قلبه مثل قلب العصفور، يمكن انت اذا مسكت طفلك بالغلط تأذيه لهذا نعم الطفل. وهذا نعم كلنا ممتاز نحن بكل العالم بنعرف انه الطفل، يعني طفل صغير حتى ممنوع تمسكه مسكه ترص له على ايده، لانه ايده هي انت ما بتحس قديش صحيح نسبه الوزن، يمكن انت ضاغط مثل كانه 10، يعني كلامه 10 صحيح طن، مثل كاني 10 نعم طن انت صحيح لاقطها بايدك، انت لا شعوريا. مظبوط مظبوط صح طبعا كلامه نصحونا صحيح بهذا الشيء، قالوا اذا بحيث اذا نعم صار في عنف على الاطفال نحن نعم نجي نحقق مع الاهل، نعمل لجنه، نعطي اها نصائح انه ترى انت معنف طفلك وطفلك كذا اها كذا. يعني مو صاحب مباشرة، كويس ايوه إذا زي هيك كويس نعم، او هذا يعني. نحن كلاتنا وافقنا عليه، يعني نحن انبسطنا أيوة ووافقنا عليه. المشكله يعني القانون حلو بالسويد اللي علمونا اياه، نحن انبسطنا قلنا الحمد لله، نعم القانون اللي اعطونا اياه انه اهالينا ما كانوا يعني يعطونا اياه، الحمد لله معناته نحن الله يعني سبحانه وتعالى خايفين على فتح لنا أولادنا، جنة النعيم. يعني انت هيك لا يعني اطمنت قلت هيك، يعني خايفين على اولادنا، يعني لو صار اشي خايفين، بوعونا نعم قبل. بيوعونا، وهي من مصلحتنا ومصلحة اولادنا، ونحن انبسطنا ووافقنا على اللجوء. نعم واليوم انت شايف، يعني انت عايش بالسويد ومجتمع. نعم ثاني شيء بيقولوا لك يا اخي لما نعم يكون في طفل نعم دم مضروب سكين، مضروب رصاص، نعم مغتصب، هنا يتم السحب فوري لا جدال عليه. نعم هي هنا القانون بيتم، اجى عشان هاي الشغلات، على اساس انه القانون ايوه اجى عشان هدول السكارى واللي بيضربوا اولادهم نعم وحشيش ومخدرات وجريمه، مش هذا عشان يتم شغلات السحب بسيطه. فوري. والله نعم ابني بس وقع على الارض ضربت فيه، يعني صار شغله بسيطه انه ينسحب. احنا هاي الامور اللي هي تحت الله، النقاش. يعني الاذى النفسي مفهوم واسع، يعني بقول لك اذا تهاوش الرجل هو زوجته ممكن يسحبوا الاولاد. طب يا لا اخي اليوم يعني ليش السويدي نعم ليش ما يتهاوش هو ومرته؟ اكيد والله مستحيل كلهم اليوم صحيح اقسم بالله، يعني اليوم نعم تصور شخص مشى راح يودي ابنه على الداقس، وابنه يمكن اعطاه شوكولاته، نعم توسخت كنسته شوكولاته مثلا، نعم والطفل هم بنفسهم بيقول لك خلي الطفل يلعب بالوحل، يلعب بالرمل، لحتى يعني الطفل يندمج، عرفت علي شلون؟ كويس لحتى تمام يعني هذا الشيء تلاقي بيروح، انت عندك اهمال اليوم على شيء الاهمال، اهمال مثلا نعم شوكولاته على الكنزه،
عرفت نعم الشوكولاتة، الشوكولاتة ما هي مش مرض ولا راح تأذي الطفل، لأنه الشوكولاتة شيء يؤكل، شيء يؤكل نعم يعني، نعم هاي حتى إذا صارت على كنزة الطفل مش راح تموت هذا الطفل، مضبوط نعم ولا لا؟ أقسم تمام بالله أنا بجيب لك حالة ملفهم وكذا، نعم كاتبين أب وأم مهملين، يعني ليش؟ لأنه أنست مدرسة بالداقة عملت نعم كورس أن ميلا للسوسيال إنه هذا الطفل مهمل، يعني وسحبوا الأطفال، ما بيسحبوا الطفل هذا اللي عليه شوكولاتة، إذا كان نعم عنده 10 أطفال الشخص بيسحبوا له العشرة، نعم لا عرفت إله شلون؟ إلا الله طيب يا أخي ماشي، أنا يعني أنا نعم قضيتي، أنا قضيتي في كثير ناس ما تستوعبها ولا تصدقها، أنا يعني اليوم نعم ليش أنا أطلع وأكرر وأحكي وأقول، ودائما نعم أقول بكرة إلا يوم من الأيام ما تجي لجنة قانونية، نعم لجنة نعم قضائية نعم يقارنوا كلامي اللي أنا عم بحكيه للمجتمع نعم ويقارنوا أوراقي، إذا بي فرق هنا نعم أنا بتجيني العقوبة عقوبتين، تتدبل العقوبة عليه، لأنه أنا عم بحكي صح مصيبتي كذاب فيها. صحيح صح يعني صحيح تصور كلامك أنا مثلا راحت بنتي قالت ماما وبابا تشاجروا، نعم وبنتي أقسم بالله أولادي ما عندهم لغة، يعني أنا أولادي شهرين ما ضيف، شاء الله. يعني انت اكبر واحد كم عمره؟ كان عمره 8 سنين، كان عمره ثمان البنت اللي حكت كان عمره 6 سنين، كان صار لها شهرين بالمدرسة، شهرين. اوه يعني ولا شيء، المهم يعني لسه ما لحقت تتعلمت اللغة بشكل ايوه صحيح. قالت ماما ضربتني كف على مؤخرتي، طيب يا اخي لنعتبر انا او زوجتي ضربنا نعم هالبنت كف على مؤخرتها، نعم طيب خذوا هاي الطفلة نعم عاقبونا بيها شهر شهرين ورجعوا لنا اياها، ليش نعم تاخذوا كل الاطفال؟ صحيح. لا وبعدين شو الهدف هسا الواحد لما يدخل السجن، شو الهدف من دخوله السجن؟ انه يطلع احسن. يعني ليش السجن فيه عقوبة؟ من هدف انه شيء يسموه تعديل السلوك. يعني انت لو ضامن انه باخذه، انا هسا لو بعرف انه باخذه ابني وهو بيعذب وبيغلب واشي، وعارف انه نعم ابني رح يتعلم مهارات جديدة ويرجع شخص احسن، ويوعدوني خلال ثلاث ايوه شهور او 6 شهور ابنك رح نرجعه، بعد ما انه نعم انت نعمل لك دورة على السلوك الخاطئ اللي ارتكبته، ونحاول انه انت تتدرب عليه وابنك يتدرب عليه، وبعد 6 شهور او سنة ابنك بكون عندك مظبوط وبتشوفه. لكن لما مظبوط ياخذوا الولد، انا ارتكبت خطأ واخذوا الولد وبعدوه عني عاطفيا وانفعاليا وانحرمت منه، انا عشت حالة نفسية تعبانة، لا قادر اشتغل، لا قادر اخدم المجتمع، وابني بنفس الوقت انسحب مني بطريقة اوكي انا ارتكبت خطأ، ممكن ضربته، ممكن اعتديت عليه، لكن لا الولد متعالج ولا الأسرة متعالجة. يعني هاي صدقا يا المشكلة. اخوي، انا نعم صحيح صدقا يا اخوي الكريم، انت حاليا مجنس نعم وربيان وهالبلد هاي صارت بلدك الثاني، ها طيب نعم انا حاليا بدك تجي لعندي، بقول لك بعد اذنك بدي احط طفلي عندك لحتى نعم بس اروح على الدكتور وارجع، هل يا تمام ترى انت قديش نعم الطفل رح يبكي علي، قديش الطفل بدك، يعني قديش انت رح تتعذب على هذا الطفل؟ أكيد. يعني هو مظبوط بيختلف من يعني طفل إلى آخر، في أطفال يعني مستحيل يتركوا أبوهم وأمهم. يعني أنا بعرف حدا من عائلتي كانت أحد البنات ملزقة بابنها تلزيق، يعني صعب جدا، بترجع لشخصية الولد. في أطفال كتير متعلقين بوالديهم، شوف إذا وما أخذتهم أنت نعم دمرتهم، يعني بدل ما تعالج أكيد المشكلة راح يصير عنده صدمة وما نفسية. تشوف والله شايف، مو بيقولوا لك هين بالسويد كثير ناس نعم آباء وأمهات بيقول لك أنا أبو نعم علي، أنا أبو محمد، اللي بيقرب على أولادي أنا أقسم بالله يا أخي الكريم، مني نعم وجر لما نعم يجي السوسيال ياخذ الطفل، نعم أول شغلة تستخدمها مع السوسيال هو الاستسلام، ليش؟ نعم الاستسلام للأمر الواقع، لأنه صح بتشوف يمينك بتشوف شمالك، أول شرطة شيء شرطة، نعم ثاني شيء ما في شيء اسمه مثلا ما بيآمنوا بشيء اسمه قرآن، لحتى تحط لهم القرآن أكيد تحلف لو لهم حلفت على القرآن الفاضي. إنه أنا ما ارتكبت هذا الشيء اللي عم يصير، هذا ولد نعم صغير حكى غلط، عرفت صح شلون؟ حتى نعم إذا أنت يعني قربت على ابنك وقلت له يا ابني أنا أبوك، وإذا كان عمر الطفل سنة أو سنتين أو 6 أو 7 تقول نعم له يا ابني هات إجرك أنا أبوسها، نعم ها نعم بس سامحني، عرفت نعم شلون؟ نعم ما نعم بيرضى انه يعني الواحد بتوب، يعني بتوب عن ذنبه انه غلط
الواحد بيحاول انه يعني نعم يراجع نفسه، يعني مو اليوم غلط. صح. اليوم الأشخاص شو نعم بيعطوا إرشادات؟ اللي مثلا في أشخاص ما عندها أطفال، نعم بس مجرد يعني آخذين نظرة عن السويد إنه بلد قانوني، بلد يوجد فيه قانون، يوجد فيه دستور، يوجد فيه. في أشخاص ما عندها أطفال، في نعم أشخاص مش ضايقة المر اللي داخل السوسيال، بيجوا يعطوا إرشادات وتعليمات نعم للعوائل نعم إنه يا أخي يا ناس يا عالم، لما السوسيال بيشوف خطأ بأطفالك وبده يجي يسحب أطفالك، نعم لازم أنت تستخدم أسلوب البارد، نعم ولازم أنت تستخدم تتعاون معاهم. إذا بيقولوا لك اللبن أسود، نعم قول لهم أوكي، يمكن أنتم شايفينه أسود، حسب نعم السويد بتقول عن الأسود أسود، والأبيض الأسود بيقول عنه أبيض، والأبيض آه بيقولوا أسود. أوكي، مثل قانون السويد، نعم الألوان مختلفة بالسويد غير بلداننا. تمام لذلك أقسم بالله أنا نعم كشخص تجربتي ومع أصدقائي نعم وأهلي وناسي اللي كمان متضررين، نعم سايرناهم لمدة سنوات طويلة، مو سنة، أربعة نعم وخمس سنوات، إنه تكسو مكة آه وأوكي وأبسلوت وكذا. وما في فايدة. طب ما أقسم في بالله وعود، يا أخي، ما في وعود يعني مثلا بعد 6 شهور، بعد 3 شهور، لا بعد لا لا، سنة؟ أو لا لا، آخر شيء بيقولوا لك نعم رح نتساعد نحن وياك، وبكره بترجع طفلك. بيصبروك سنة سنة، وإنه أنت وياهم لوز على عسل. شكرا. نعم بعدها يا أخي، بعد السنة بيقولوا لك أوكي، أنت صرت أب مؤهل وأنت صرت كثير تمام، بس نحن ما فينا نجبر الطفل بيعيش عندك، ابنك هو ما بده يجيك. طيب يا أخي فرجوني ابني. نعم نوعا ما بعض عوائل بيشوفوا أطفالهم نسوهم، ما بيعرف يقول مين أنت بابا، مين أنت صحيح، هذا بده يعني. يغيب عن ابوه 3 سنين 4 سنين، وبكون الولد أيوة عمره سنتين، شو بده يعرفه فيه؟ او خمس بيوقف سنين قدام أبوه وبيقول له بابا أنا ما بعرفك، أو مين أنت. لا حول ولا هون قوة الا بالله. القاضي والدولة يقول لك يا أخي نحن ما فينا نجبر هذا الطفل بيعيش عند هاي العائلة، لأنه ما عندهم حياة أب وأم، ما في عندهم هاي نعم الحنية إنه نعم هذا ابني، ما في نعم عندهم إنه هذا شرفي، هذا عرضي، هذا كذا، نعم ما عندهم هذا. الموضوع مختلف اكيد، الموضوع غير لما يكون الاب نحن نفسه او الام نعم يعني. بتشاهد حاليا نعم كثير من الناس نعم طالعين على التوك توك، يجيك محامي بيتكلم بالقانون بيقول لك ساير السوسيال. طيب يا أخي أنا كذياب الطلال، نعم أول ما سحبوا لي أطفالي، أول نعم ما فتحت ما كان في عرب حد مني، نعم فتحت اليوتيوب، ما كان تمام في ناس ضد السوسيال وتسب وتسوي صحيح على صحيح، السوسيال، كان في ناس. كانت فتحنا اليوتيوب، فتحنا، نعم أول شيء طلع واحد قال أنا بعلمكم كيف ترجعوا أولادكم، ناشر ممتاز صفحات على اليوتيوب قديمة يعني بال2017، تمام ساير السوسيال، خليك لطيف، لا تعصب، لا تكاونهم، لا كذا. اتعاملنا مثل التعليمات اللي ناشرينها على الانترنت ممتاز، بكل خلق. بهدوء أيوة، وبلين. نعم ما استفدنا شيء، رحنا صرنا ناخذ استشارات والله انا قانونية من كنت كمان نفس المحامي. الشيء احكي بكل صراحه، انا بعرف انه شعور الابو، يعني انا بتخيل لو يجي ياخذ بنتي اكيد ما راح اكون هادي هالهدوء، يعني هذا شغله مو لا لا، طبيعيه. بس بدك تصير هادي هذا والله، بقول لا لك يعني شعوريا. انه انا كنت احكي وانادي للاشخاص انه لما يجوا، يعني الواحد فينا صعب الكلام. انا اكيد انا ابو وبعرف الوضع، يعني انه اشوف ابنتي قدامي انا قاعد بس اسافر بالمطار واترككم، بتلاقي بنتي وضعها تكركب. فالموضوع مو سهل، الكلام غير، نعم الواقع غير، الكلام غير. نعم السلام ورحمة الله. نعم دياب، الله يحفظك يا أخي، الله يحفظك يا أخي. والله كنت هون يا عمك، والله متمشى والله. في بعض الناس بيعلق بقول انه انتم بتاكلوا من اكل البلد، وانتم بتاكلوا بتاخذوا مصاري من البلد. يعني اخواني الكرام، احنا في هاي البلد، في اي بلد، يعني الانسان يعني عشان انه هو يعني باخذ مصاري او بيشتغل او بيدفع ضريبه، يعني معناه يتقبل الذل؟ لا، في اخطاء، يعني هي حكومه واي بلد في العالم، يعني احنا الدول العربيه حبيب ليش قلبي طلعنا والله منها. شافني شخص على الطريق، نعم والحمد لله محبين كثار، وعم يقول لي الا الله تروح معي تشرب فنجان قهوه. يلا رح ان شاء الله نلتقي خير، انا وياك بلايف بصوت ان شاء الله وصوره، ونقعد خلاص ما مشكله. ونتحادث ان تمام شاء الله.
بإذن سلم الله. من على الشاب كمان، سلم سلم، بارك الله فيك، فرصة سعيدة حبيبي أخوي دياب. أتمنى هيك يكون شي يوم هيك متفضي ونطلع نتكلم يا أخي، لا نعم بدنا نسب ولا بدنا نحرض، بدنا نحكي نعم صح، هالأمور اللي مرقنا حوار فيها. ممتاز، حوار. كلام جميل، صحيح صحيح. احنا متجايين، وأنت احنا هاي صرنا 15 سنة بالبلد الحمد لله، لا را من راجع الشرطة عشان نحل مشاكل الناس مش مشاكلنا، إن شاء الله يعني يا احنا رب. جايين ماشي لهدف ان شاء الله خير، ان شاء الله حبيبي بإذن اخوي الله، دياب، الله يوفقك يا رب وفرصة سعيدة، وراح إن شاء الله بأقرب وقت ان شاء الله نطلع عليك ان شاء الله، ونتكلم، إن شاء الله حياك الله نكون نفيد ونستفيد. بإذن الله، والله على راسي حبيبي يا حبيبي اخوي دياب، الله شكرا يسعدك اخواننا ويوفقك يا رب وترجع المتابعين، اولادك. واللي غلط كمان بحقي بالتعليقات الله يسامحه. وهم بارك الله لانهم فيكم ما اخواني. ممكن هم عندهم صوره غير شكل، بدناش احنا هسه ندخل اكيد لان اكيد بحترم هذا الشيء نعم اخواني، نعم هم بحترم هذا الشيء. فاهمين، نعم في ناس ما هم، فالناس نوعين في السويد، في ناس عامله السويد جنه وبدهاش اي حدا اكيد يمس اكيد السويد باي كلمه، وفي ناس اكيد نوع اخوي. شوف ثاني احنا لا، احنا مع الحق مع الواقعيه، انه في خطا احنا بنحكي يا عنه خطا. جماعة، نعم أنا بحترم اليوم البيت، ولما تكون أنت عايش بالبيت نعم يمكن بين الأخ والأخ يصير خلاف، وفي شخص أكيد حياته سعيدة وبيصير غني، وشخص بيضل فقير يعني نعم العار وأموره تصير تمام، وفي شخص بيضل فقير وأموره تمام. صحيح لذلك هاي الدولة وهاي البلد مو كل الأشخاص، في أشخاص تنظلم، في أشخاص عاشت صح سعادة بهاي البلد، مظبوط، لذلك مية نحن بالمية نحترم كل الأطراف. مية والله بالمية كلامك يسعدكم يا صحيح رب. حبيبي حبيبي، شكرا كثير لك اخوي الله دياب، يبارك هيك فيكم بدي اياك تضلك بارك الله. هادي، الامور ان شاء الله بتمشي على العال باذن الله، الله بس يحفظك. ضلك مطالب بحقك، عندك حق طالب فيه، هاي اهم شيء. أكيد نحن نعم بهدوء، والله هدفي يا أخوي، نعم هدفي بس الكأس هذا المر، ما بدي حدا يشربه، لا بس والله كلامك أنا صحيح، ضقته يا والله جماعة. صعب صعب هذا جدا كان يعني. هدفي، وتحياتي لكم. اه والله جزاك الله كل خير حبيبي اخوي دياب، الله يسعدك بارك الله فيك، شكرا لكم اخواني، بارك حبيبي الله. في سلام امان عليكم. الله، في امان الله، نلتقي في وقت اخر، السلام عليكم. بارك الله فيكم اخوان الكرام، يعني الانسان اللي بيدافع عن حقه بغض النظر هو ممكن غلط، يعني انا ممكن امر في فتره من الفترات في حياتي في بلدي في خارج بلدي ممكن اتصرف تصرفات خاطئه، بس يعني حتى في الشرع في الدين عندنا انه في شيء اسمه التوبه، انه الانسان بيغلط بهي الحياه بمر عليه فترات بكون عصبي بكون تعبان نفسيا حرب، وبتعرفوا اخواننا اللي اجوا من سوريا يعني الله يعينهم، حرب وغلاء ودمار يعني نفسيه جاي تعبانه، وبيئه جديده ثقافه جديده وناس معيشينهم باقصى الشمال، فتره لجوء وانتظار لجوء وانتظار اقامات وبحث عن عمل وتربيه اولاد، يا اخي والله اعباء اعباء كبيره جدا على عاتق المغترب، وجو طقس بارد ثلوج، يعني الناس اللي عايشين في الشمال والله مرات باليوم يا دوب تشوف لك واحد بالشارع، يعني احنا هلا بالعاصمه بستوكهولم وهي المناطق يعني الا تروح على وسط المدينه عشان تشوف ناس، فما بالك باللي جاي عايش بعد استوكهولم 1000 كيلو او 800 كيلو، في ناس عايشه لا الها اهل لا الها اقارب، وجاي اميه وجاي ممكن مو دارسه مو مثقفه وتركت اهلها، ممكن ابوه ميت ممكن اخوه ميت في الحرب، ممكن فقد ماله ممكن فقد تعب السنوات، فكل واحد فينا في عنده جرح، كل واحد فينا في عنده جرح في عنده الم. خلينا نشوف مين معنا، هاي معنا اخونا يوسف، سؤال خارج الموضوع، اذا الشخص عنده جنسيه سويديه بيقدر ياخذ اقامه في امريكا؟ السلام عليكم اخوي يوسف. السلام ورحمه الله اخوي رائد، مساك الله بالخير، مساء النور والورد والسرور، طمنا عنك. الله يسعدك يسعد متابعينك يسعد كلهم يا رب. والله حبيبي الله يسعدك يا حبيبي، شو اخبارك؟ يا اخي الامانه انا يوم افتح حسابك والله العظيم نعم احمد الله، يعني اقول الحمد لله باقي الناس زي كذا، يعني باقي العقليه هذه موجوده باقي فيه يا اخي. جزاك الله كل خير، والله انا سعيد فيك ونتعلم من بعض، احنا يعني الحياه كلها دروس. الله يسعدك، يعني الواحد اليوم صار يفتح المواقع
والله يشوف حاجات نعم يعني حاجات ما ودي أتكلم بها، حاجات يعني حاجات بتخليه إلى الفساد، بتقوده إلى الفساد والهاوية. أي والله شوي شوي والله شوي شوي هذول بدل ما يعملوا سنة حسنة قاعدين بيعملوا فينا سيئة سيئة مش حسنة. شوي شوي والله قبل شوي قبل ما أفتح الباب طلعت لي واحدة عاملة لايف، بعرفش أنا لقيت لك هالشباب كلهم عندها في الجست وكلهم طالعين صورة ما شاء الله، وهي لابسة من غير هدوم وقاعدة رايحة بتتمشى بالبيت وبتجيب الغسيل وبتودي الغسيل. أنا قلت بس شوي أشوف عن إيش تحكي، يعني شو الموضوع، ما لقيتش في موضوع. يعني قلت ممكن هذول الثلاثة اللي داخلين ما شاء الله مشمرين، اللي مربي لحية واللي بصر إيش. فشوي شوي بدخل على خطوات الشيطان الواحد بيني وبينك، فالأفضل الواحد ما يدخل. بس مرات بكون عندي فضول بدي أعرف هالعالم عن إيش بيحكوا، شو الموضوع يعني شو والله. شو هاي هي. والله نعم والله طال عمرك. يعني انا صراحه بالامانه انا والله العظيم ان يعني يشهد الله ما يمكن ما عمري قابلتك، بس ان الانسان يقول انتم شهداء الله في ارضه. انا كم مره اتابع لك كم بث كم يا اخي، والله العظيم الواحد يستمتع بيسمع كلام يا اخي. حبيبي حبيبي يقول خذ المثل من راس، خذ المثل من راس الاقلع ومن تجربه. ترى التجربه يمكن اللي انت مريت فيها نعم يا اخي ترى تخدم ناس كثير، بس للاسف الناس الحين مو نعم. كلهم للاسف يفتح طيب. التيك توك ولا كذا يشوف واحده جالسه الله يعافينا ولا يبتدين يعني والله جالسة. يعني والله الواحد يحزن اقسم بالله. هل يعني خلاص وصلت فكره اني انا بس اطالع في الجسم هذا يعني البي رغبه بس وخلاص، يعني صرت زي شيء ما ودي اذكره، يعني ما ودي اقول. ولكن هو في ناس ما لقت وسيله للشهره ولا لجمع المال الا انه الواحد يشلح، اشلح تنجح. يعني في ناس متابعين قاعده كل ما تقلع كل ما تتضايق اقلع، فهذول لاقول لك يعني ما قارئين كتب ولا عندهم مثلا. يعني في ناس ما شاء الله عليها قالت لك انا شاطر بالطبخ خلص بفتح صفحه طبخ، يعني هذا بيكسب اجر، بيلاقي لك واحد عزابي مره مش عارف يطبخ له قلايه يطبخ له مثلا مقلوبه بيتعلم مقلوبه، او واحد بتلاقيه مثلا بيصلح بسكليتات. يعني هذول ناس مفيدين، بس في ناس ما عندها شيء، شافت جسمها حلو او حدا حكى لها صوتك حلو او فقالت لك خلص خلني استغل هاي المهاره. واحنا الشباب ما شاء الله نص اكثرهم مش متجوزين. وهلا قبل شوي كنت كمان اليوم في صفحه من صفحات امريكا بقول لك في وحده يعني من النساء اللي يعني ماسكه جمعيات، فالشاب بيسالها بقول لها شو قصه البنات في امريكا مش قابلين يتجوزوا، يعني احكي لنا شو القصة. بتقول والله أنا بيجوني شباب من عائلات وبوجههم نحو بنات في أمريكا وبجيب لهم شباب يعني كل المواصفات فيهم وبرفضوا يتجوزوا. فللأسف الإعلام خرب مفهوم الزواج، يعني البنت بيجيها شاب جميع المواصفات، عنده محل عنده بيت عنده جنسية. وهنا بالسويد نفس القصة، احنا بنعاني من هاي الموضوع. فالإعلام لعب دور بقول لك لا يا عم ليش تتجوز، حتى كاتبين بالتعليقات بتقول لك ما دام البنت، حتى بنات كاتبين ما دام البنت عندها شغلها وعندها سيارتها ومتعلمة ومخلصة ووظيفتها ليش تتجوز. فصار يعني وكأن الجواز زي ما تقول انه يعني شيء مضر، فهمت كيف؟ فصار المفهوم للزواج نظرة سلبية وبنات بأيدوا هاي الفكرة وشباب بأيدوا هاي الفكرة، وقصة طويلة. صادق أنا طال عمرك أنا عشت في أمريكا فترة وكنت تمام. بداية حياتي أنا عشت مع عائلة أمريكية كانت حلو. الحرمة نعم. يشهد الله كانت الحرمة عندها ثلاثة أولاد، الولد تمام. الوسط والولد الكبير والبنت. ما كانت قادرة تربيهم يعني صحيح. كنت أسألها أقول لها ليش يعني إيش السبب، قالت أنا كل واحد له أبو خاص فيه. يا الله اي والله كل واحد له ابوه. ايوه لا ابو قلت له كيف، قالت انا اخذت الاول وصار منه ولد وتركنا بعض ما تزوجنا ما صار في زواج. فهمت عليك. واخذت الثاني وما صار زواج وحملت منه الله. وبس ياخذ منه نفقه البنت. يا الله. اخذتها عن طريق زواج وابوها كان له سلطه كذا، بعد ما صار عمره 18 صار بيننا مشكله وصارت في الاسكه في الشمال وما عاد دي منها 5 سنوات او زي. الشاهد نعم الشاهد انه والله العظيم يعني انا انصح نفسي اول شيء نعم. انصح الناس اللي يسمعون يعني
الواحد اذا عنده حرمه بنت حلال ولا عنده كذا يحمد ربي ولا يعني انت لو تقارن يعني الواحد يجلس يسوي مقارنات ويشوف واحد نعم. جسمه حلو انا زوجتي ما حلوه انا خلاص ابدأ ترى برضو هي نفس الشيء لو فكرت نفس التفكير ترى في شيء افضل ولا حدا بيكون راضي عن اللي عنده ما حد راضي بس ما حدا راضي قالت لي صحيح والله قالت لي حرمه كلمه ما انساها قالت لي انا اتمنى نحن يعني نتستر زيكم انتم المسلمين قلت لها ليه قالت على الاقل زوجي بينزل يعني زوجي بينزل السوق ما بيشوف الا انا ما صحيح. الحريم الثاني صحيح كلام صحيح لانه يعني صارت يعني الحياه كل شيء متاح ان كان متاح على ارض الواقع ولا بالعالم الافتراضي يعني هلا بتشوف الدعايات كلها بنات يعني حتى خطوط الطيران انا تفاجأت قبل يومين رحت اصلي بالجامع الكبير دعايه الاساس تنتين ببوسوا بعض حاطينها بنص المحطه يعني تخيل لو بنتك انت ماشي مع بنتك او مع مرتك تتفرج على دعايه يعني في شغلات احنا صعب شوي شوي بدهم يغرسوا المثليه يعني الزواج بين رجل ومرأة هذا صار شيء زي ما تقول مستغرب للأسف قاعدين بروجوا فكرة المثلية أكثر من فكرة الزواج نفسه يعني صار الدعاء إلى المثلية أكثر ممكن من الزواج الزواج نفسه مسؤولية برغم أنه هو اللي بيعطيك استقرار هو اللي بيجيب لك أولاد هو اللي بيكون عندك رسالة يعني لما تتزوج وتجيب أولاد وتكون حاط رسالة هالأولاد يطلعوا صالحين يطلعوا علماء يطلعوا مخترعين غير لما تصير الموضوع مخالف للقوانين الكونية بس هم صاروا يلاقولها مبررات يعني احنا بعلم النفس درسنا انه الرجل مع رجل هذا يعتبر شذوذ بس غيروها كنا ندرس علم النفس الشواذ وانا حكيتها هي قبل هاي المرة بس هسا العالم الغربي كله نوعا ما متجه لهاي الفكرة ويدعمها سبحان الله الله بعين كان معايا واحد كنا مره في المانيا في برلين وكان نعم. معايا صديق وكان يقول يا اخي هذا رغبه وهذه حاجه شخصيه وكذا وسبحان الله دخلنا مقهى مشهور كذا وشاف رجل مع رجل نعم. يقول لي والله ماني قادر اطالع فيه والله لو رجل مع حرمه عادي بس رجل مع رجل صعب والله اتقززت طيب انت اول ايش تقول قال يعني صح. ما كنت فاكر انه يعني انت الحين انا شفتك يعني كم مره احيانا انت وبعض الضيوف تشرحون حاجات نعم. الناس اللي ما جربوا الحاجه اللي انتم عشتوها ترى ما يعني ما هم حاسين يعني انا اشوف صحيح. بعض التعليقات نعم. بعض الناس ما هم حاس بالشيء اللي انت معاني فيه انت اللي يعني رجله في البوي ما هي اللي رجله في النار اكيد في معنى صديق جديد نرحب فيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا اخي الكريم والله الحمد لله الله يسعدك وضيوفك و حبيبي هاي يوم حمودة حبيبي الله يسعدك دعابة خليهم يتجوزوا بعضهم مثليين ونحن العرب في أوروبا نتجوز ونخلف ونستلم البلد والله هم مش هي لو ضابطة زي هيك كان تزبط القاعدة أنا خايف بعدين إحنا نتجوز ويأخذ الأولاد ويربوهم مع المثليين لا الله المستعان يا رب والله المستعان والله إن شاء الله تعالى يعني تربية ونحن بخصوص والله أنا بالنسبة لي صار لي حوالي 7 سنوات تقريبا بالشمال أها 7 سنوات حلو اي والله حتى اني رحت انا على مدينه الي اصدقاء بمدينه اللي كان فيها دياب في الشمال اقصى الشمال اي والله في ناس في الي اصدقاء من حلب في الي اصدقاء من الشام في الي اصدقاء هناك من فلسطين هي مدينه صغيره صح مدينه صغيره وفي بجنبها كمان مدينه هي في المدينه اللي جنبها الكبيره اوفر كاليكس وكاليكس اوفر كاليكس يعني قريبين عن كيرونا هدول؟ لا بعيدين عن كيرونا شي حوالي 3 ساعات اوه يعني قريبين عن اوميو؟ الشمال الشرق ايوة اقرب شيء لهم اوميو يعني اها وكم عدد سكانها هاي المدينة؟ والله بحدود يعني 2003 يعني هيك تقريبا يعني مش مدينة هاي شوية قرية لا أنا كنت عايش في قرية بس فيها كل شيء موفر كل شيء موفر انا رحت ضليت فيها اسبوع هناك بالصيف الماضي مو الماضي اللي قبله عند أصدقاء يعني هناك إحنا
من جماعتنا نعم نحن وياهم، ضلينا حلو عندهم شيء اسبوع. والله مدينة حلوة، مدينة راقية، فيها كل شيء موفر، فيها ما فيها شيء ناقص. يعني فيك تقول حتى أنا هون يعني بكل الشمال، لما نعم نحجز هيك باص شكريسة أمريسة، هي نعم هذا المركز بهاي المدينة بأوفر كاليكس. ها يعني قد ايه بيقدر الواحد يعيش كعائلة هناك؟ يعني تخيل حالك عندك 3 4 اولاد وعايش بهذيك، هل والله انه صديقي يعني هناك عايش عنده 6 أولاد، اوه ما شاء الله. والله عنده 6 أولاد، والثاني عنده 3، وفي واحد ثالث كمان عنده 2 ولد وبنت، وكلهم عايشين وأمورهم تمام، وعندهم سيارات وعندهم بيوت. وحتى في ما شاء واحد الله. كمان، حتى في واحد منهم نعم طلع ستيفان لوبين نعم كرمه، لأنه هو عنده فتح محل نعم يستضيف فيه، الله يعزك، كلاب ها اللي مثلا اللي ضالة بتروح، يعني. لا لا مش الضالة، يعني مثلا شخص مثلا بده يسافر على أمريكا أسبوع، اها بيجيب كلبه وبيحطه عنده فهمت عليك فهمت بتمشي عليك. أيوة. وفي مثلا كمان بيبيع هو وبيشتري اها وقطط وكلاب، وعنده هيك فتح محل يعني، وصار اه له هلأ 9 سنوات ما وهذا شاء المحل الله ماشي معه، أموره تمام. هو وأخوه كمان كان شاب عزابي وتزوج كمان، في شاب تاني كمان حلو حلو. كمان عزابي، كلهم شكرا هذول. يا معلم، اي والله والله يعني شيء اخبار مفرحة، لانه اكثر اللي العرب اللي عايشين بالشمال دائما ما بنسمع الا معاناة. ما بعرف، انا ما عشت بالشمال، لا انا لا عشت ما في في النرويج معاناة، قريب على مدينة استرشند، يعني بعيدة صح من هون كلامك، بيجي 3 4 ساعات. استرشند ما صح. بعرف اذا لا رحتها. ايه بعرفها استرشند، اي نعم ايوه استرشند مدينة كبيرة والله حلوة. انا كنت من النرويج مقابل مدينة استرشند، عشت بالنرويج سنتين تقريبا 20 شهر. نعم استرشند والله مدينة كبيرة ومدينة حلوة وفيها خدمات جيدة جدا، فوق الجيدة جدا يعني. شفت والشمال فيها جوامع وفيها جالية الشمال عربية، يعني ايه نوعا ما فيها كويسة. فيها فيها نعم ليك، هو في هدوء بالشمال كثير كويس. ما في مشاكل جرائم زي ما هون بستوكهولم، لا كل فترة لا بتسمع لا لا لك لا طخ لا 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 الحمد لله ما في أي جريمة بالشمال عنصرية كيف؟ نهائيا، لا لا ما في أي عنصرية، اندماج حلو وكل شيء تمام. يعني والله شو أنا أكبر معاناة؟ هي الطقس أكبر معاناة ولا والله الشغل؟ أكبر المعاناة هي الطقس، وإذا كانت المدينة صغيرة بتعاني من قلة العمل فقط. اكتيفيتيت العمل، أيوة يمكن اكتيفيتي، نشاطات، ما في طلعات ونزلات في المدن تسلاي. الكبيرة الكويسة فيها يعني فيها يعني مجالات زي عمل، سونسفال فيها حركة، سونسفال اوميو كمدينة فيها حركة. سندسفال هدول اوميو كله في حركة، هذا يعني لوليو حتى بيتيو كله هدول طيب شو رأيك هدول. نطلع على الدرجات انا وياك؟ نطلع. ايش عليك؟ لا لا هم شوف هسا المنظر تبع الدرج هدول، بس تشوفهم بتخاف انت. كيف شو شعورك؟ لا لا عادي، انا والله بتمنى يكون عندي هيك درج والله. خلاص هسا بنطلع الدرج وبنحس فيه، نعتبره مش موجود. انت وين هلا، باي مدينة؟ انا في ستوكهولم. بنفس ستوكهولم؟ نفس ستوكهولم انا هلا شوي بتلاقيني قربت اوصل عند الجامع الكبير، بس بحاول اخذ الطرق المختصره وبحب ادخل بدي بالدخلات اسالك، بالذات. نعم بدي تفضل. اسالك عن عن الحج، يعني هون عندكم مين في عم يطلع رحلات حج سامعك. عندكم بالجامع الكبير؟ الجامع الكبير فيه رحلات حج، هو نفس الجامع، اسلامك ريليف، اسلامك فريبيودنت، نفس الجامع الكبير. يعني اذا بدك مين انا اللي هلا رايح بصور المنشور اللي هناك. تمام، ابعث لي صورته مشان تابعني على الانستغرام، انا عادة هاي الشغلات الصور، لانه مرات بنزلها على الستوري في تيك توك بس بتضلهاش، فبنزلها تمام على الانستغرام وبتضلها موجودة. فهمت كيف؟ يعني تمام بسوي عمرة، تمام بسوي حج باستمرار، اي منشور زي هيك بصوره وبنزله عندي بالانستغرام، موجود الانستغرام عندك بالبايو. ايوه فانا بصور ان شاء الله بنزلها. عرب سويدن، لو كتبت عرب سويدن بالانجليزي ايوه بتلاقي صفحة الانستغرام. تمام تسمح لي اخوي رايد؟ تفضل 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 حبيبي. طبعا معليش انا طبعا من السعوديه حاليا، طبعا انا اتمنى والله حبيبي انت ضيف، اذا احد جاي مكه او يبغى اي شرف انا خدامكم.
يعني والله ما بتجسد. او اقدر انت في مكه؟ لا والله انا بعيد شوي من مكه، بس اصحابي وزملائي هناك، ولو احتجتوا اي شيء ترى انا والله اتشرف. والله انا نفسي اني اروح حج على مكه والله، لكن الصعوبات شوي. اذا في اي شيء ترى انا والله اني اتشرف خدمتكم يعني للامانه. بارك الله بالعكس فيك. هذا شرف لي مو لكم يعني، انا اتشرف. الله يجزيك شرف والله. انا جزاك الله كل خير والله. لو اي شيء احب المدينه واحب السعوديه والله لي شرف. الله يبارك فيك. ابد انا والله اتشرف. الشيء الثاني طال عمرك، جزاك الله شرف. الشيء الثاني طال عمرك انه في انا طلعت قبل فتره على لابلند في روفانيمي اللي هي ايوه الشمال تبع الالوان. اه حلو. انا نسيبي اخذ بنت اخوي. أيوة. انا بحكم عملي كان بيب. نعم تفضل. ايوه يوم كنا هناك الفتره اللي هناك كنا نحتاج يعني مثلا نفس المناطق هذيك، او مثلا يعني احد يكون عنده سياره ويسترزق من الشغله هذه، بحيث انه مثلا يستقبل ناس. يعني في ناس يبغون يشوفون الشفق اللي هو الاورا. ايوه الاورا او فلو مثلا احد ايوه لو مثلا احد عنده مثلا سياره ويقدر يستقبل ناس ويكون معي يفتح بزنس، ترى انا ممكن اساعده يعني اسهل له ناس يكونون يعني يجون عن طريقي، بحيث انه انا والله ما ابغى شيء بالعكس، بس انه انا ايش اساعد انه يكون شخص مثلا مسلم او شخص مثلا مهاجر، بحيث انه يستفيد يكون عنده سياره. صحيح. يستقبل ناس عرب ويمشيهم في الأماكن هذه، وتعرف الفنادق بيعطونا مثلا غالي جدا كمان حق أيوة. إذا في مثلا شخص بحكم عملي أنا أقدر أساعده، ترى أقدر أنه مثلا أرسل له ناس ثقات وناس كويسين، يعني ناس يبغون سياحة وناس يبغون يتمشون وناس، وأنا والله أني أنا أطلع أنا دم، فكنت أتأسف أن الفلوس هذه تروح الناس. طبعا مو كره أو حقد لا والله، بس كنت أتمنى أن يعني يكون الشغلة هذه واحد عربي، او كنت يعني احاول اشوف مثلا مطعم عربي بحيث انه يسترزق، يعني الجماعه اعطيهم خبر اقول لا روح المطعم الفلاني ترى مطعم حلال. جزاك الله كل خير. يعني كنت اتمنى اخوي لو جه حدا من طرفك هنا، لو جه حدا من طرفك احنا بنفسحه ومن وبناخذه على جهك وما نريد منه شيء، ما نبي منه شيء. الله يطول عمرك. لا لا والله انا والله العظيم اني اتمنى انك تستفيد وتسترزق، يعني الله ما في شيء. كل واحد يكون عنده سيارته ايوه الواحد يكون عنده سيارته الخاصه. يعني انا نعم. اتذكر على روفانيمي الله يبارك نعم المشاوير كانت كلهم فيها شباب، يعني مشاوير بسيطه، بينما لو المبلغ هذا راح لواحد عربي وقت فراغه او زي كذا بيكون منها زي ما تقول نعم. باب التعاون. هذا قصدي والله. نعم. والله ممكن يعني فكره لو جيت هنا في السويد، ترى يا أخوي لو جيت هنا في السويد لك أهل وبيت هنا في السويد. أنا والله أنا كنت في السويد قبل فترة. نعم. كنت أتمنى قابل الأخ رايد، لكن ما أراد الله إلا خير، لكن إن شاء الله. يلا إن شاء الله. إن شاء الله. على خير يا رب. الله كريم. أنا نسيبي ما أخذ بنت أخوي قحطاني. ما شاء الله ونعم فيكم والله. منك والله والنعم. انا بس اخوي رايد اجاوب على الشخص اللي في واحد سالني قال لي ليش ما جلست في امريكا. انا بس اجاوب باختصار اذا تسمح لي بس في اقل من 30 ثانيه. لا مو مشكله. هو ترى انا يوم رحت امريكا ما رحت يعني انا يوم رحت ما رحت انا رحت بزنس والحمد لله كان وضعي تمام اللهم لك الحمد لله. بس الحاجات اللي خلتني في الحاجات اللي ما خلتني في امريكا باختصار شديد اللي هو الاكل، صعب اني احصل اكل حلال. التربية في المدارس كانت صعبة جدا. الأمن في الليل جدا صعب. أي مدينة هاي؟ نيويورك؟ أنا والله جلست في سان أنتونيو في الجنوب، لأن بحكم أنها كانت أكثر يعني بحكم أنها كان فيها ناس عرب كثير. قريبة على فلوريدا يعني؟ ولا على نيوجيرسي؟ لا 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 قريب من المكسيك. المكسيك في تكساس. تكساس أوكي. أيوه قريبة من تكساس. ايوه بعدين انا غيرت وطلعت على اتلانتا ما عجبتني نفس الشيء. بعدين طلعت قالوا لي في مسلمين كثير في مينيسوتا. ايوه جلست في مينيسوتا فتره كذا ما عجبتني صراحه. الامن كان اكثر شيء كان يكرهني الامن، يعني ممكن واحد يقتلك عشان شغله بسيطه.
والله احنا دائما بنسمع امريكا، احنا اكثر شيء بخوفنا نعيش بامريكا موضوع الامان. صح وطلت، فكنت والله حاب اجاوب على واحد من الشباب سأل واسباب كثيره. جزاك الله كل خير. تخص التربيه، ما التربيه و... اي والله هذه الاسباب، بس عشان كنت احب اوضح لناس ما هم عارفين. اخوي لو شخص مثلا راح السعوديه حاب يستثمر شيء، يعني يشتغل شغلة، يشتغل أي شيء، كيف الطريقة يعني؟ الصوت يقطع. بسأل بسألك بقول لو فكر واحد، بعرفش إذا سامع صوتي، يروح على السعودية يستثمر. سامعني أنا؟ سامعني؟ أي. هو سؤاله إنه شخص يفكر يروح على السعودية بده يستثمر او بده يشتغل او شيء، شو الاجراءات يعني حسب علمك؟ بس ما بعرف هو بيحكي عن واحد معه جنسيه اوروبيه ولا بدون جنسيه، لانه بيختلف. اكيد اكيد مع جنسيه سويديه يعني. أوكي. انا بدي اروح استثمر، بدي افتح مطعم، بدي اعمل شيء هيك يعني، بدي استاجر، بدي كيف يعني الطريقه شلون؟ والله والله طال عمرك، شوف للأمانة اللي يعرف إنه يكون معك واحد سبونسر يعني مسؤول مثلاً سعودي. نعم نعم أنا عارف هذا يعني. هذا في السابق، لكن حالياً شوي تغيرت الأمور. أنا أقول لك الفترة الجاية، الفترة هذه اللي جاية هذه تغيرت ترى أمور واجد يعني، حتى في الفيز في الاستثمار. الفترة اللي حنا فيها هذه فيها متغيرات كثيرة لصالح المستثمر يعني. عندي يعني قلت زملاء أمريكان كانوا أول ما يقدروا يسوون مطعم كذا، الحين أنا شغال معهم وكنا نكلم بالسفارة الأمور متغيرة. فأبد أنا أسألك واللي تبغاه ترى أنا أبشر، مالك هم. القوانين كثير شغلات تغيرت. الله يبشرك في الخير. في أمور كلها تغيرت للأفضل. أمور تغيرت. الله يبشرك في الخير. والله هلا التوجه صار الهجرة العكسية. صارت العالم بسبب الضغط من غلاء، من صعوبة قوانين، من حرق قرآن، من بعض الشغلات والسوسيال والقصص، في كثير عادات قاعدة بتترك السويد وبتترك أوروبا، فصار توجه نحو دول الخليج. مو هذا المقصد والله، أنا مو هذا المقصد. لا أنا والله ممتاز. أنا بحب أنا شخص أنا عمري 50 و51 سنة إن شاء الله العمر الطويل. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يباركك. وأولادي كلهم شباب ودرسوا هون وكذا. ما شاء الله. وحامد يشتغل هون. لكن أنا والله أحب هيك أعيش في المدينة يعني. أنا عشت فترة بالمدينة، كنت أشتغل في المطار المدينة يعني. ما شاء الله. حلو كثير. نعم. والله في أحلى من المدينة. أيوة. وجوه حلو هيك. وأحب إني أمضي هيك أكمل حياتي الباقي هيك في المدينة يعني والله. جنب الحرم. جنب نعم نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم. والله هذا المقصد. لكن لو من يكون عندك شيء انك تقعد علشانه، مثلا مطعم، حتى لو كان الإدارة السعودية، لو كان العمالة يعني عن طريق السعودي او عن طريق، المهم انت يعني لك مصدر دخل يعني. صحيح. تكون قاعد عشانه يعني. لا لا ابدا من عيوني انا اسالك وابشر. الشيء اللي اشوف انه صالح يعني، الشيء اللي اشوف انه صالح لك والله ابشر. والله يبشرك في الخير يا رب، وجزاك الله خير باذن الله. وترى على فكره سبحان الله المدينه منوره فيها، يوم اسافرها احطها ذهاب ما احط الاياب، لاني اذا جلست يوم اليوم الثاني اجلس امدد، اليوم الثالث اجلس سبحان الله. والله انا كذا والله ما شاء الله. هذه المدينه الوحيده سبحان الله. والله انا احبها واحب جوها واحب القعده فيها، وسبحان الله ارتاح فيها نفسيا والله. ترى انا عمي كان عنده الضغط والسكر وكان عنده امراض يعني ما تتخيل، ما بقينا دوله ما ودينا. اخر شيء سبحان الله جلس في المدينه وشرينا له شقه هناك، ارتاح نفسيا والله. حبيبي ودي على الدكاتره يقولون يا اخي حتى الحبوب ما عاد صار ياخذها ولا عاد صار ياخذ العلاجات. سبحان الله. راحه نفسيه، راحه روحيه حتى، مش نفسيه تقول، تتعلق بالروح يا اخي. الروح اذا ارتاحت غير. مدينة دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. الله والله يكتب لنا، الله يكتب لنا انتهاء الاجل فيها يا رب. يا انا والله العظيم اقسم بالله، شوف بدون قسم، انا اشتغل في قطاع معي اجانب يعني، انا معي امريكان اصولهم من كينيا،
يقول لي انا عندي العمل في امريكا راتبي دبل، انا جاي هنا يعني والله العظيم الشيء احيانا يحزن. يقول انا ابغى اجلس في مكه والمدينه. اقول له ليه؟ قال يا اخي انا اقل شيء ابغى اموت وابعث من هنا يعني. سبحان الله. احيانا انا والله اتعلم منه يعني مسلم كذا، بس اللي بعيد يحس نعم. غير الواحد اللي قريب. اكيد اكيد كلامك 100%. الله يصلح حالك ويسوي امورنا يا رب. الله وبعدين السعوديه في تطور يعني ما شاء الله، قاعدين بنتابع ان كان الرياض. انا شفت المعرض تبع الرياض هذا ليدز تبع الالكترونيات وتبع التكنولوجيا، شيء بخوف، شيء عالمي يعني. انا قاعد بتابع محمد النحيت هذا الشاب ما شاء الله عليه اللي قاعد بحكي لنا شو في من اشياء جوات المعرض. حتى في وصلت على الجامع الكبير؟ لا لسه والله، لسه السلام انت شايف لسه الغروب، بس قاعد هلا انا عند الناشونال ميوزيوم ستاد ميوزيوم المتحف، هلا رايح الجامع. ها قربت اصل 5 دقائق. والله عنا هلا بالشمال عنا تقريبا صار المغرب، بده دقيقتين وبيصير المغرب عنا. لا احنا لسه ما صار، صارت 4. لسه ضايل شوي والله، ما ذاكر انا عنا 4:15 او هيك شيء. هلا شوي هي 5 دقائق 7 دقائق من هون، بس بدنا نشوف الغروب تقريبا. الوقت صار صار يطول عنا ايه، وعندكم سبحان. انت بعد انت كم بعيد من ستوكهولم؟ بعيد شيء حوالي 1200 كيلومتر. هو بعد انت جنب كيرونا ولا بودن؟ لا يعني بيني وبين كيرونا 4 ساعات بعدي. ولا بودن لسه ابعد؟ لا بودن بعد مني بشي تقريبا ساعة ونص. يعني انت اقرب على بودن؟ لا انا اقرب على شلفتيو. خلفتيو، هاي شلفتيو. ايوه. على فكرة أنا يعني إخوالي فاتحين مطاعم في السعودية، مطعم هاشم فاتحين فروع في الرياض والمناطق هذيك من زمان، يعني من قبل ممكن 20 سنة كنت أنا بالسعودية وقتها. ما بعرف أكيد أخونا يوسف بيعرف مطعم هاشم، فروع مطعم هاشم في الرياض. هو خالي طبعا، وابن خالي اللي فتح. هو اصلا اردني ولا لا المطعم؟ لا فلسطيني من يافا. هو خالي فلسطيني صحيح. نعم هو فرع تبع البلد، وسط البلد اللي بعمان، فاجا ابن خالي لي راح عند اخوي بالرياض من 87 88، بعده بالرياض اخوي الكبير. عموما والله انا ما عرفت الرياض والله. والله الرياض كثير حلوه الرياض، بس لو كان ناحيه عباده انسى الموضوع، ما ناحية المدينة إيش غير. شفت كيف أنا؟ ما لأن أنا ما كان همي. أنت بدك ناحية عبادة وراحة نفسية، فاهم علي؟ أنا كان مشاويري بين مكة والمدينة، مكة والمدينة أروح أجيب عمرة مثلا، أرجع بعد كل شهر هيك أروح أجيب عمرة وأرجع المدينة. حلو كثير، خلاص خليك على هاي أحسن. حتني فرصة كان أروح وأرجع. رايد انت خطير والله. والله انا الرياض عشت فيها، حبيتها كثير. انا نزلت بجده قعدت فيها 10 ايام ب 92 وبعدين رحت الرياض. انا اكثر شيء ما شاء الله تبارك الله يعني اكثر شيء يعجبني اذا قدك تبث او لما اسمع البث حقك يعني بسم الله ما شاء الله عليك، عقليه متفتحه وتجيبها بالاخر يعني. حبيبي ايوه والله ان شاء الله حابين نزوركم بالسعوديه باذن الله. ابد اعتبر كل شيء متوفر هنا، بالعكس انت ضيفي انت والله ما بتقصر. والله في عندي صديق من مكه صار له 10 سنين بتابعني، اسامه ما شاء الله، والله اكثر من 10 سنين من وقت ما بلشت البث. وهو طبعا هو مره اجى على السويد وبعدين على اساس بده يرجع مره ثانيه، فبتابعني كل يوم لبكره. اقول له والله خليك بمكه احسن لك، هذا صح له يضل بمكه. والله سبحان الله. أنا يوم أقول لك جيت، أنا جلست بالسويد تقريبا أسبوع، وكنت والله العظيم للأسف نعم. ما كان عندي مشكلة في الجوال ما قدرت أقابلك، مع إني كنت أروح الجامع الكبير أصلي فيها. يا الله. أي والله. أنت السعودي علي اسمك؟ يوسف طال عمرك، بس يوسف. اسم الوالد. أيوه يوسف. اسم الوالد علي الله يسلمك. يوسف علي ايوه والنعم والله ابو فيصل الله يسعدك ونعم فيك. ما عليك سوء، ما عليك والله. انا جيت والله جيت السويد بس سياحه كذا، جلست فيها يمكن 5 ايام وكذا، وزرت المساجد اللي فيها صراحه يعني. زرت المسجد كذا يعني اذا كان واحد سوى شيء لله فهو لله يعني، شيء كان لي هدف كذا يعني الحمد لله. ايوه ف
اسال الله الذي لا اله الا الله يا رب اموركم ان شاء الله. والله ان نحبكم في الله، يعني اي شخص انا قابله برا سواء كذا يشهد الله ان نتمنى لكم كل خير. واقل شيء الله يسعدك يا رب. اي والله والله اشوف دحكي لك شغله الله يبارك فيك ويسعدك. اكثر انا بلاقي كثير ناس يعني من الناس اللي ذات كانت عايشه بالسعوديه او دول الخليج بعد الجنسيه اكثرها بتفكر انه ترجع دول الخليج، لانه تعرف تربيه الاولاد هنا شغله مو سهله يعني تحدي كبير. ابنك بروح على المدرسه برجع برنامج جديد، يعني ابنك بتعرف على يوناني، هو حلو الاختلاط والحضارات والثقافات، بس بدك عقلية، بدك عقلية نجيب محفوظ، بدك مع عقلية. ذكرت موقف صار علي في أمريكا. كان عندي الولد الصغير يدرس في المدرسة، نعم. طبعا المدرسة فيها مترجم، فجوا عند الولد قالوا له وش هوايته؟ أبوك وش هوايته؟ قال أبوي هوايته شباب. شو هي؟ طبعا قال كذا شباب، طبعا هم يوم قال شباب ما عرفوا الكلمه، نعم. ارسلوا لي ايميل قال لازم بكره اوبا، قال لك هاي خطيره هاي شباب. ايوه قالوا لازم نعرف. يعني جيتهم على المدرسه قلت قالوا والله الولد يقول شباب، هذا شباب شبسه ثم راح بقى بعيد. جت المترجمه كانت من جنسيه عربيه ما احب اخصص الموضوع للاسف، كانت ما ودت. نعم. قلت هو يقصد شباب لما نطلع قال اجل خلاص، يعني كانوا يبغون يسوون قصه كبيره وشغله وكذا. انا مقدر والله الناس الكبار، نعم، كل شيء يتعوض الا الوقت. هي صعبه للعائلات، هي كويسه واحد طالع يدرس، واحد طالع حط له خطه 3 سنين 4 سنين 5 سنين انطارت خلاص يجمع المبلغ او يجيب الشهاده ويرجع. أما الاستقرار دائم بيني وبينك بيقضيها صراع بينه وبين زوجته وبينه وبين أولاده، اللي بده يروح على مدرسة وبده يروح يسبح وبدها البنت تقلد صحباتها وبدها تروح على حصص رقص، فبدخل الواحد في شغلات بده يضل يقنع وليش احنا مسلمين وليش هم كذا وليش هم بيشلحوا وليش بروحوا على المسبح وليش احنا بنروحش على البحيرة. انا بقول لك هاي قصص واقعية يعني انا واجهتها. طيب شو اللي بيمنع انه انا ابني ما يروح المسبح ويروح كل شيء ولكن ما له علاقة في الدين؟ يعني الامور هاي الرفاهية ما هلا انا اولادي الحمد لله بيروحوا بيسبحوا بيلعبوا بالطابة، عندهم نشاطات، عندهم كل شيء يعني موجودة. والله هنا يا اخي الكريم المسبح طاعة وقايمة. انا رحت على المسبح، انا رحت عشان اجباري موضوع السباحة الأولاد أخذ بنتي، حتى إحنا يعني منطقتنا تعتبر أكثرها أجانب يعني مش سويديين عادي يدخل الولد يدخل مع بنته، تكون البنت شالحة زلط والولد شالح زلط، عمرهم 12 عمرهم 13 عمرهم 14 أبوهم يا دوب المنشفة ماسكة، تدخل على المسبح وعشان ابنك لازم يتدرب لأنه لازم ينجح بالسباحة، فهمت كيف؟ فبتصير صح. انت الموضوع نوعا ما احنا هون العاصمه فيها ضغط مو زي المدن الصغيره، يعني انت يمكن المدينه تبعتك نعم. خس عندكم انتوا البنات ينزلوا ويسبحوا مع الاولاد؟ عندنا بالمسابح في المسابح اللي كنت اخذ اولادي يتدربوا كانوا اولاد وبنات في المسبح في اوقات معينه، طبعا بدك في مسابح فقط يوم للنساء مثلا تقدر، مرات كانت مرتي تاخذ البنت عشان بتقول انه لازم تتدرب ولازم تتعلم لازم ينجحوا. فالموضوع يعني هون كل البنات لحال والاولاد لحال والله. لا لا عندنا هون حسب ممكن في بعض المسابح بس يمكن بعيد عنا. يعني بالابتدائيه هيك بالمراحل الاولى الصف الاول والثاني كانوا نعم. يعني شبه مختلط، ولكن بس صاروا بالرابع والخامس السادس هذا كله نعم. هي مش وقفت على هاي، يعني بنتك قاعده بتشوف صاحبتها بالمدرسه من اليونان من بولندا من بصر ايش، هاي اغنيه هاي على قصه شعر هاي على لعبه هاي بدك تضلك انت في تساؤلات. يعني انت هسه مثلا تربيت بالاردن او في سوريا المجتمع بربي، انا كنت لما اطلع رايت صلاه الظهر اذن يلا تعال على الجامع، هون انو جامع ابنك بصر 20 سنه 18 سنه ولا حدا بيناديه ولا حدا بيقول له وين رايح، قاعد بحضر مانشستر وقاعد بحضر بصر ايش بالبيت ولا حدا يلا يا دوب فيش حدا التسيب الديني. لأقول لك شغلة التسيب الديني حتى لو كنت في بلد عربي في تسيب ديني. أنا كنت عايش في لبنان قبل ما جيت هون السويد،
ظليت شيء بعد الحرب بسوريا، طلعت أنا من سوريا، كانوا أولادي صغار يعني، جيت في لبنان يعني عشت 5 سنوات في لبنان. لبنان ما شاء الله بتشوف فيها يعني العجائب بأمريكا يعني. صحيح، نوعا ما شعب صح؟ حرية فريدم. بتشوف أنت أولاد ببلد عربي وبقرى، حتى في قرى مسلمين في لبنان، بلد مسلمين فيها دين فيها كل شيء، بتلاقي في شباب وناس يعني عندهم تصرفات يعني بتخجل، بتقول هذا أكيد مسلم. أكيد بتخجل. هو احنا بنحكي التحدي، كلامك سليم يعني، ممكن واحد يجي من دول عربية يعني. انا سمعت احد قصص لاحد الاشخاص كان السبب هدايته ذهابه على روسيا، بس احنا بنحكي عن اعداد بسيطة. انت في بلدك العربي انت في عوامل كتيرة بتساعدك انه انت تصير انسان يعني، ممكن تصلي او تصل رحمك او تطلع من البيت. انت هسه ابني لو بدوش يطلع يعني مين بدي طلعه؟ فيش جراء يعني. احنا هلا صاير اللي ساكن في عماره، واغلب اللي ساكنين فيها يا من تشيلي ومن كردستان ولا من عارف من وين وسويديه، احنا بس مجرد بناتنا هي 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 هي، كل واحد مشغول يعني، ما في هالتواصل يعني. حتى بتحاول مرات انه تشق هاي التواصل، ما في هالتواصل اللي تشعر انه انت زي بالاردن ولا بسوريا، بتفتح باب الدار الحجه وتقعد باب الدرج وبتسوي القهوه وبتنادي الجارات. لا لا هذا الشيء هون ما في، بأوروبا هذا ما في شيء، ما في. فعشان هيك أولادك تحت مسؤوليتك الكاملة 100%. أيوة صح، 100%. هناك أنا ابني لو نزل على الحارة، أختي بتشوف أولادي بالحارة، وليش نازل وليش طالع؟ هي صح فيها تدخلات، لكن فيها مساعدات للتربية. هون حاسة تطلع من البيت، أولادك أكلوا ما أكلوا، أمهم روحت من الشغل، أنت رحت أنت أجيت، هناك المجتمع بيساعدك، هنا كل إشي عليك. صارت كارثة بدك تتحملها أمام الدوائر، أمام أولادك، أمام كل إشي، فأنت هنا المسؤولية ضخمة. نعم صح كلام. هاي. وبتضلك خايف على ابني طلع مع مين ووين وكيف وراح وإجا. أكيد، وهنا في فرصة أكبر اللي بده يكون، يعني هنا في فرصة أكبر للإنسان اللي بده يتعلم، اللي حاط راسه في مجال كبير، مكتبات الدنيا، المدارس تعطيه مجال، لكن للأسف الجيل أكثره متجه إلى اللهو واللعب وفي والجريمة. كل فترة كل أسبوع بنسمع جريمة قتل، كل أسبوع صح. كلهم من ولاد يا صومالي يا تركي يا عربي صح. كل أسبوع في ستوكهولم تقريبا، كل أسبوع إذا مش واحدة تنتين ثلاثة بيستغلوهم العصابات الإجرامية، بالرغم إنه في مكتبات وفي أشياء كثيرة بيقدروا ان هم يستغلوها، بس للاسف بعيدين، بيستغلوا وقتهم بالاشياء التافهه يعني. ايوه صح. بدل ما يروحوا في مكتبات كتب يقعدوا، يروحوا يشوفوا شو في لقاءات في البلد، شو في نشاطات، يطلعوا يتعلموا تزلج، يتعلموا رياضه، يتعلموا الفقه. جامع هذا الجامع الكبير في دروس كثيره، حاطين هسه بس ادخل جوا حاطين لوحه، كل كم من يوم في درس في تعليم في فقه، بس ما بيجوا، في كتب معبية عن الفقه عن الدين، بس للأسف قلة تلاقي لك. هسه إذا بدخل الجامع، هذا الجامع الكبير كله، إذا بتلاقي لك 3-4 من المراهقين احمد ربك من كل استكهون. أنا الجوامع أكثرها اللي بروحهم نادرا ما ألاقي هذول أبو 16-17 سنة، هذول مش فاضيين، مشغولين بالمباريات وبالمغنيين وبالقصص هاي، مو فاضيين أكثرهم. اللي حاط حلق بتلاقي لك إياه، اللي عامل قصة شعر. فللأسف نسبة قليلة من الأبناء الجالية العربية اللي تشعر إنه يعني بتفتخر إنه فيهم هذا عربي. نعم. تفتخر فيه عربي. يعني إنه مستغل، تشوفه رايح على مكتبة، شايفه بالجامعة بالصف الأول، محافظ، بيعطي صورة كويسة لدينه، والفرصة متاحة يعني، ما حدا بلاش. بحزن هيك خصوصا برمضان. نعم. بشوف شباب هون يعني حرقوا الجامعة، بتلاقيه بالشارع اخيه عم يدخن وعم ياكل وعم يشرب، وماشي بالشارع ماسك كاسة القهوة بايده وماشي. يعني بقول انا انه اذا شافك السويدي وبيعرفك انت مسلم، يعني بيعرفك انه انت عربي صحيح مسلم، يعني شو بدي يقول يعني؟ ليش طيب ما انت مفطر يعني؟ خلص خليك ببيتك، اشرب وكل ببيتك، مو ضروري في الشارع.
مظبوط، تعطي صورة سيئة يعني انا سلبية. والله بحزن على هاي الشغله كثير يعني، اه والله وما يعني مخرجين ما هم ملزمين انك تطلع بالشارع وتدخن وتشوف والعالم تشوفك أكيد. يعني صدقا انا هذا الشيء بيحزنني كثير والله. آه والله نحن هون نعم. في، انا دارس البلدي بحماه دارس تكية، يعني نحن بنسميها تكية، هذا قسم من البداية بالشريعة يعني. ها حلو. نعم بحماه جامع عمر بن الخطاب في مدرسة اسمها تكية يعني، نعم. طبعا فيها قديم يعني، أنا من هذا من العام ال من عام ال 85 أنا، اوه ما شاء الله بس ما حلو. كملت ولكن ظروف شوي. اكيد وهون أنا بالمدينة تبعي نعم. مدينة صغيرة يعني، تعداد سكانها حوالي 7000 نسمة يعني، اه سبعة وفيها آلاف عرب يعني لا بأس فيهم يعني. أنا في ما في جامع، ما في، ما عندكم جامعة؟ أنا جيت لهون ما كان عندي لا لغة ولا شيء، كان في جالية عربية مسلمين كثار كلهم عندهم لغة، هنحطه على يروحوا على السوسيال السلام عليكم. يطالبونا يا الله في مسجد كذا، حتى نعرف انه نحن يعرفوا انه هالبلد فيها مسلمين لهم أكيد حقوق، صحيح. ليش انا مسلم وما بطالب اني بمسجد في مصلى لإلي؟ في صحيح شاب تركي نعم. الله يجزيه الخير، هو بيشتغل هون عنده محل يعني، في حلو هذا المحل مكان اعطانا ممتاز اياه انه صلوا فيه نخطب فيه الجمعه بس ونصلي في نعم. الجمعه. أها جمعة بتلاقي يعني فل بتلاقي لك عدد منيح لا بأس فيه يعني، حلو وجمعة ما بتلاقي إلا يعني نص الربع من العرب الموجودين. أها نشوف إذا لقينا تبعون الحج. هون في تبعات العمرة هسه، أيوة هاي تبعات العمرة، استنى شوي خلينا نشيل هاي هيك، هلا هم يمكن نفس ال هاي تبعت العمرة بعرف إذا شفتها. أنا أستأذن ايوه منكم، عندنا صلاة يا أخوي يلا رايد، أنتم ضيفك توكل على الكريم، الله. تسمح لي؟ شكرا أيوة شكرا والله حنا كمان حبيبي، عندنا صلاة أستودعكم الله. إن شاء الله بارك بأمان الله الله. فيك. الله معك أخوي، الله حيا معك، الله يوسف، في بارك أمان الله الله فيك، معك، شكرا كثير أخوي يوسف، بارك الله شكرا. فيك. السلام عليكم. هذا جامع، شوفي كمان هون اشتراك اشتراك موسك، هون ما في إلا على العمرة. هم حكوا بحكم صلاة الجمعة بس يمكن المنشورات لسه ما نشروهم. والله نشوف ان احنا اذا نشوف هلا بشوف إذا لقيت منشور، بس حكوا يعني حكوا بالجمعة عاد بحكوا. نشوف هون إذا في إشي هاي عشان الزلزال، تعاون بين المسجد وافدين الجدد، هاي الأنشطة اللي حكيت لكم عنها، كل جامعة فيه أنشطة محاضرات ودروس نعم هذه كمان العمرة والله كمان نفس الشيء، هون عشان والله التبرعات، في دروس نعم بالسويدي كمان وبالإنجليزي، وفي هون ما في والله ما في. أنت ما جيت على الله ستوكهولم الله يجزيك الخير وبارك حبيبي الله حبيبي، فيك، إن شاء الله جزاك الله خير واستمتعنا أنت معك كمان بالبث والله، حبيبي حبيبي، الله يسعدك الله أنت يجزيكم الخير ضيفك إن شاء الله الكريم، حبيبي الله يطول عمرك ويجزاك الله بالخير، الله يحفظك يا رب. وبعدنا لهيك عن الصلاة، وأنا كمان بدي أطلع أصلي، والله الله يلا استودعناك الله الذي لا تضيع ودائعه. جزاك الله كل خير إن شاء الله شكرا بإذن الله. لك أخوي حبيبي، شكرا بأمان شكرا الله، شكرا شكرا للجميع، في أمان الله. السلام عليكم. في سلام أمان الله. سلام في أمان الله.